ترى صاحبي يكسب معانا جايزة انت منو؟ علي احمد عبد القادر. علي احمد عبد القادر مربع كم؟ الشاعر علي احمد عبد القادر. الشاعر؟ ايوه. كده نسمع شنو اول شيء نعرف الشاعر. الشاعر علي احمد عبد القادر. قال فارس امه لبوس كم بيها صايل ودافر وكم داخل معارك ومنه فارس طافر. ابشر هلا بيك عمره بالضيفان مقيم ومسافر كرمك كب وليل ونهار وزادك وافر. قلبك مو لحم من الدبادب طافر جاموس عركة اليوم الخيولة دماير الموت يا جليس من رعى كاسا داير سمحت عليك مثل يوم العريس الساير ما باب المساكين والفقير بيفقر ولا عواس قوالة ولا رفيق بعقره بدخل عركة اليوم اللي بيطلب صقر قلبي بكتشن الناس السوا وبتنقره تمام عقب خلنا خريق لنا زول والله شعيركم ده يوم اقتل زول ها ذكرني بالفقر ده اخواننا قال واحد الدنيا معاك ساو والدنيا كنت تديك طاره ده تمام بس عليك بالصبر هاي الدنيا معاك ساو والفلس بقالوا باب هاي بقالنا بنشاف له جيب زول عايف فوقه من الفلس بالفقر اخذ له مرضى كذي ودوه الدكتور الدكتور بالفحص قال له عندك فقر دم قال له هو لي الدم لحقني